السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي حبيب كل مكان، معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف. والنهارده احنا هنقدم لكم سلطة الكولسلو بطريقة الكينج شيف. احنا عندنا هنا 4 معالق مايونيز، وهننزل عليهم بمعلقتين عسل، معلقتين عسل كبار، وهننزل عليهم يا جماعه عندنا هنا 2 معالق خل. طبعا السلطه اللي بعملها ديتي هتكفي تقريبا يعني 10 افراد. هننزل عليهم 1.5 معلقة ملح صغيرين، ونص كوباية لبن. دي برضو طريقه تانية يا جماعه من طريقه سلطه الكولسلو بنعملها. فطبعا لو انتوا عاوزين تعملوا مثلا تقلوا كميه، تعملوها الفردين، فالكميات طبعا بتقل خالص عن الكميه اللي احنا حاطينها دي، بتقللوا طبعا. وبكده زي ما انتم شايفين احنا بنقلب، حطينا الخل طبعا واللبن لحد ما يدوب الخليط كله معانا خالص. هننزل عليهم 2 معلقة زيت زيتون، وبكده الخليط بتاعنا جوز اللي احنا اللي هو بتاع الكولسلو اللي احنا هننزله على السلطه. احنا معانا هنا طبعا اللي هو اللي احنا بنقول عليه في اليونان لخنه، او بنقول عليه كرنب السلطه هنا في مصر. هنبدا نقطع. طبعا احسن تقطيع لو يا جماعه بقطع التقطيع المثلثات دياتي، بحيث ان هو يفضل كويس عندي وسليم. زي ما انتم شايفين كده التقطيع دي دايما بنقطعها عشان الكرنبايه ما تقص مننا. هناخد القطعه دي وهنشوف هنحتاج تاني ولا لا. بالنسبه لدي هنحتاج طبعا قطع اكبر. وهنبدا نقطع. طبعا يا جماعه الكرنب اللي هو بتاع السلطه ده ما بيتغسلش، لان لو اتغسل احنا كده هنضيع القيمه الغذائيه بتاعته، وهيبقى طبعا كله ميه، وما ينفعش نعمل سلطه وهو كله ميه. فاحنا بنشتغل اول ورقتين اللي هم على الوش دول، او اي ورقه فيها السواد دي بتترمى، وبعد كده احنا بنقطع الكرنب بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده نقطه ما عادش بقى اي حاجه، بنبدا نقطعه شرايح صغيره. زي ما انتم شايفين كده هنقطعه ناعم خالص. وكده يا حبايبي زي ما انتم شايفين بعد ما قطعنا طبعا اللخنه بتاعنا الازرق واللخن الابيض بتاعنا، هننزل عليهم الصوص اللي احنا عملناه. تابعنا حطينا الصوص بتاعنا وهناخد تقليبه. زي ما انتم شايفين هيقلب كويس مع بعضه، وهتبقى بكده سلطه الكولسلو بتاعتنا بقت جاهزه. ونقدر دلوقتي نحطها في اطباق التقديم ونقدمها طبعا جنب المشويات او المقليات. وانا كنت عملت السلطه دياتي جنب طبعا الدبابيس المقرمشه، وببقى سعيد جدا وانا معاكم. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، كان معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.